البنات شهوات سليمه. اليوم غادي نحضروا مقبله بالفول الطري. هذه الوقيته ديال الفول ونستغلوه في هذه المقبله. هذه كتجي لذيذه لذيذه. انا كنعجبني الفول الخضر هكايا. ونختاروا الفويلات دوك طريين رقيوقين الصغار، نحيدوا لهم داك الرويس ديالهم والخويط اللي كيكون في الجنب ونقطعوه بحال هكا. طبيعه الحال بعد ما كنغسلوه ونخليوه يتسقطر شويه. غادي نحتاجوا القزبر معدنوس، ونغلبوا القزبر على المعدنوس ويكون طري ماشي من المجمد. عندنا ثومه طريفات ديال الحامض مصير بحال هكا، وريقه ديال سيدنا موسى، واحد مزيود ديال الحار. هذا اختياري انا، كنبغي الحار غندير الحار. التوابل غادي نحتاج قزبر يابس، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره ديال البابريكا، شويه ديال الملح. نراعي ونديرو بحساب بان عندنا الحامض راه مصير مالح. انا هذه عندي الفلفله مصايبها التحضير المسبق ديال البابريكا، يعني التحميره. الا بغيتوها نوريها لكم كيفاش كنصايبها. كنحاول نقص من التحميره اللي كنشري وكنصايب هذه الفلفله ديالنا، الفلفله الحلوه بحال هكا. حتى هي غادي نديروها، غنديروا جميع المكونات بحال هكا في الطنجره. ساهل، ما فيه لا تشحار لا والو. ملي كنقولوا الفول اكيد غادي نقولوا الزيت البلديه، زويته بلديه، ونديروها بسخاء. غندير واحد شويه في الاول ونخليه شويه ملي نبغي نشحروا به. غادي نضيف شويه ديال الماء، ما غنكملش هذا الكاس. كل واحد وعلى حسب الكوكوط ديالو، كاين اللي كيسد وكتنفس، كاين المهم ردوا البال معاها. انا كندير غير تقريبا نص كاس هكا ديال الماء، غادي نسد عليها بلا تشحار بلا والو. طبعا كان ضروري غادي نخلطوا هاد المكونات كامله اللي درت بحال هكا. غادي نخلطها ونرد البال في الفلفله حاره راني ما ناسيهاش. غادي نهزها نحطها من الفوق، نشعلو على طنجره الضغط على عافيه مهيله مهيله، اقل ما يمكن انك تخدم فيه فرن الغاز اللي عندك. بعد ما سدينا على الكوكوط ديالنا الطنجره واحد ربع ساعه انايا عاد حليت عليها، لقيتها نشفات. غنحيد هذا الورق ديال سيدنا موسى، غنحيد هذه الفليفله حاره بحال هكا، وغادي نكمل. كنلقاها ناشفه ناشفه بحال هكا، ونبقى كنشحر وانا كنمعس فيه. غنزيد شويه ديال الزيت البلديه ضروري، غادي يبقى يتشحر بهذه الطريقه هكا حتى ما كيبقاش، يبقى غير في اليدام ديال الزيت البلديه. غنزيد شويه ديال الزويته البلديه بحال هكا، الفكره ديال الفول الاغلبيه كيعرف يطيبها. انا بغيت نشارك معكم هو اننا نديروها في طنجره الضغط هكا صحي اكثر من انه يتبخر، وما فيها بس نفكروا بعضياتنا فيه. بعض المرات كنكونوا عارفينها اوكي كنساوه. دابا هذه الوقيته ديالو نستغلوه على شلة. انا غادي نبقى بحال هكا حتى نقولوا ندقدقوه مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوه في الشكل النهائي.